كفاءات عربية مرشحة في الانتخابات الكندية الفيدرالية المبكرة التي دعا إليها رئيس الوزراء جاستن ترودو أثار جدلاً واسعاً بسبب انتشار فيروس كورونا الذي قد يمنع كثيرين من التصويت. بنيجي بشهادات وبنيجي بخبرات ولازم نندمج مع المجتمع الكندي، وطبعا احنا من بيكون جايين عندنا كفاءات كتيرة، فأنا من ضمن الحاجات اللي أنا محتاجة أركز عليها الدعم للمهاجرين العرب والمهاجرين بشكل عام والمرأة بشكل خاص، لأنه أنا أمثل المرأة في المجتمع الكندي. أكثر من 10 مرشحين من أصول عربية يتنافسون على مقاعد البرلمان الكندي. الجالية المسلمة حثتني على المشاركة في الانتخابات، وأعتقد أن أي شخص من أصول عربية يتعين عليه فرض وجوده. من المهم أن يكون صوتنا مسموعا كعرب، ونؤكد أن الطريق الوحيد ليكون صوتنا له قيمة هو الجلوس معهم على ذات الطاولة. عرب في بلدانهم لم يكن لهم موطئ قدم في السياسة، وفي بلدان المهجر يصبح لهم شأن في العمل السياسي والبرلماني. ما في عندهم ديمقراطية حقيقية في البلدان الأم للأسف حتى يمارسوها وينجحوا فيها. ما في ديمقراطية. لما بيكون النظام الديمقراطي بيسمح لأي شخص بناء على كفاءته وإمكانياته وشخصيته، لابد ما أنه يكون في الطريق مفتوح ومعبد أمامه حتى يوصل، سواء كان يعني شاب أو ست أو صبية. إذن انتخابات فيدرالية مبكرة تشهدها كندا، على الرغم من أن معركتها مع فيروس كورونا لم تنتهي، إلا أنها فسحت المجال أمام المرشحين العرب ليؤكدوا دعمهم وإسنادهم للمهاجرين وحمايتهم من العنصرية والتمييز. رفع السعد، العربية، تورنتو.